السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء في مصر والوطن العربي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من صحة أونلاين. زي ما معودين حضراتكم تقدروا تتابعونا على صفحة القناة أو الموقع الرسمي للقناة صحة دوت تي في، أو على الموقع القناة على اليوتيوب الصحة تشانل، أو على تعملوا لنا فولو على انستجرام على تويتر الصحة تشانل، أو على انستجرام تعملوا لنا فولو على انستجرام برضو بالصحة تشانل. زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة دي صفحاتنا الموجودة على وسائل التواصل المختلفة، وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تقدروا تتابعونا وتشوفوا كل ما هو جديد على قناة الصحة والجمال. امبارح او الاسبوع ده كان في بعض الحاجات الشيقة وبعض الحاجات المثيرة وبعض الحاجات اللي هي يعني تدينا شوية قلق او تقول لنا ان في حاجة مش طبيعية او مش مظبوطة. امبارح كان في ماتش لمباراة الزمالك والشرقية، وفي ظل الماتش ده وفي ظل ان الناس كانت مهتمية بان الهدف بتاع الزمالك ده تسلل ولا حاجة تانية او ان هو هدف سليم، كان في ناس تانية كانت مهتمة بموضوع الغاز اللي اتضرب على سوريا وكان وسبب بعض الاضرار او الالاف من الشهداء. برضو كان في فيديو تاني متداول لدكتورة في جامعة قناة السويس وهي بترقص او ان هي يعني بتعمل، هي قالت في احد البرامج الشهيرة ان هي كانت بتمارس حاجة هواية ليها شخصية ومحدش يقدر يكلمها في حاجة زي كده. نتكلم عن الموضوع ده. هي كانت الدكتورة دي يعني بتعمل حاجة شخصية تخصها هي بس، المفروض ان هي دي دكتورة في جامعة محترمة جامعة قناة السويس، المفروض ان في طلبه بيتخرجوا من تحت ايدها. لما تنزل حاجه على اكونت الشخصي بتاعها بالسذاجه دي، لا هو انت هنا احنا بنقف، انت مارسي كل حياتك الشخصيه بس في حدود، ان هو مفيش اي حد يقدر يشوفها من الطلبه بتوعك، لكن ان انت تنزلي فيديو ليكي بالشكل ده على الاكونت الخاص بيكي ده دي حاجه مش حاجه شخصيه، انت يعني معلمه او مربيه اجيال، بيتخرج من تحت ايدك طلبه قد ياخدوكي قدوه ليهم ويعملوا زي ما حضرتك عملتي. الجانب الثاني هو احنا عندنا بقى قمه التناقض، يعني انا النهارده في حاجه بتحصل مثلا في سوريا وفي ضرب وفي 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 ناس ثانيه عماله تهزق بعضها على الفيس عشان ماتش الزمالك والشرقيه، وبقينا نهتم بحاجات مش اساسيه، بقت حاجات فرعيات الفرعيات بنهتم بيها وبنسيب حاجات اساسيه. الامه العربيه او الوطن العربي كله جزء لا يتجزا من بعضه، كلنا كتله واحده وجسد واحد، المفروض اللي بيحصل في سوريا ده برضه بيهمنا، فاحنا ما نقعدش ان احنا نقعد نتطاول على بعض على الفيس عشان ماتش مش مستاهل. نروح لاخبارنا النهارده. دي بس كانت حاجات يعني كانت حصلت في اليومين اللي فاتوا فحبينا ان احنا ننوه عليها في بدايه الحلقه. يوم الاثنين اللي فات كان في حلقه مع في اليوم المفتوح في برنامج حلم عمري مع الاعلامي احمد يوسف، وكان مستضيف الدكتور محمد مقبل استاذ امراض النساء والتوليد وعلاج العقم. كان في فقره كويسه جدا او فقره شيقه في البرنامج كانت بعنوان دعوه للعمل وعدم التكاسل والمثابره، وكان مستضيف فيها الدكتور جود عواد استاذ التغذيه العلاجيه والمناعيه. هنشوف جزء منها وهنرجع لحضراتكم مره ثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب اجعلني من الصادقين ويا رب اجعلني قدوة في القول والعمل. مواقف كثيرة يعني لا استطيع ان اقول انا مسلم، عندما ارى يعني اهمالا وعدم نظافة الشوارع انا لا استطيع ان اقول انا مسلم، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ينظف بيديه وكان يزيل الاذى بيديه، ثم ابتلينا باناس يتكبرون على رسول الله. يعني في ناس بيقولوا ان احنا ايدينا اشرف من ايدين النبي، أعوذ بالله. هو ما قالش كده مباشرة، هو ما قالش، وكأنه بيقول كده، هو كأنه بيقول. نعم. ما إذا أنت تكبرت على عمل من أعمال النبي يبقى أنت بتظن نفسك أكرم من النبي. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على خدمة بيته ويخصف نعله ويرقع ثوبه
وكان يزيل الأذى من الطريق. اللي بيحب النبي يعمل كده وحضرتك، يبقى الدنيا كلها تقول هو ده المسلم. لكن لما أنا أسيب المجاري ضربة وأمشي، والحنفية عندي بتنقط في البيت على الجيران ومبوظة السطح والسقف يعني نمرة واحد في أساسيات التعامل. حضرتك أنا البلاعة عندي مسدودة، بجيب السباك، السباك مش راضي يجي، أشمر إيديا وأسلك البلاعة. حضرتك ما سيبش البلاعة تخر على الناس اللي تحت أو أقفل المحبس. نعم. ده أنا مسلم. نعم. طيب أنا مسلم على المستوى النظافة، لكن أنا عايز أنا مسلم على مستوى العمل. على مستوى العمل لما أشتغل أكتر من الناس كلها أقول أنا مسلم. إذا كان بيتقال مثلا على الشعب الإنجليزي بيتهم الشعب الأمريكي إنه كسلان وبيشتغلوا 6 ساعات في اليوم، والشعب الأمريكي بيشتغلوا 8 ساعات، وبيتهموا اليابانيين بيتهمون بأنهم كسالى. الجماعة اليابانيين بيشتغلوا 12 ساعة في اليوم، وبعدين بيجي لهم أمراض الاسترس بقى من كتر الشغل وكتر الإتقان. لما من كل 10 عربيات فيها أمريكاني و8 ياباني، لماذا غزت اليابان سوق الأمريكا؟ بالإتقان. طب الراجل الياباني بيشتغل إزاي؟ بيشتغل بإتقان وبيدوله أجازة بالعافية. يا عم خد أجازة، وأنا عندي في يوم الأجازة بلاقي البلد كلها فاضية، الناس نفسها تاخد أجازة. أنا ما بحبش الأجازة حضرتك، ما تعودش في أجازة، ما أعرفش في حياتي أجازة. أجازة يعني إيه؟ ما هو أجازة لو يوم الجمعة يبقى أنا عندي قراءة قرآن وعندي إعداد وعندي تسجيل وعندي صلة رحم، عندي يوم مليان. أنا بنام ساعاتي بتاعتي، يعني الساعات بتاعتي أنا بنام من الساعة 9-10 لغاية الساعة 4-5، خلاص هو مقيم الليل وصلي الفجر. هو ديت في وجهة نظر شوية، بس مفيش مانع أو إن يبقى في يوم أجازة، يعني يوم تستريح من العمل. لكن أنت تصديقا على كلامك الشيخ شعراوي كان قالها، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وزاروا البيع، يعني في شغل. حتى انك يوم الجمعه يبقى في شغل، يبقى في شغل، يعني تطلع من الشغل على الصلاه، ولما تخلص الصلاه ترجع الشغل. فاذا ايه قدره الصلاه فانتشر، صح، وابتغوا الفضل. نعم. صح، واشتغل. نعم. لكن نعم. انا كسلان، ولما تلاقي الشعب كله راخي كده تبقى انت بتقول هو في ايه. تروح على بعض الدول، يعني حضرتك اكيد سافرت بعض الدول، تلاقي الناس كلها شغاله زي ما يكونوا شحاتين، واحنا هنا شغالين كلنا بشوات. الساعة 11-12 بليل واحدة الشوارع زحمة والعربيات قافلة الدنيا، والساعة 10-11 ما فيش محل فاتح. الساهرون نياما، طبعا احنا سهرانين نذكر الله كثيرا. طب ده شعب في ليه زملاء في كندا وانجلترا، دوما الكومنولث الخمسة اللي هي كندا وامريكا كندا وبريطانيا واسكتلندا وويلز واستراليا، ماشيين على نظام اللي هو بعد الساعة 8 كله كلوزد، ما فيش غير الامرجنسي، كله قافل. نعم. ما عدا الايه؟ الرعايه المركزه بس. يعني مش عايز اقول لك حتى السوبر ماركت. الناس نامت، ما فيش حاجه اسمها استهلاك كهرباء زياده واحمال كهرباء زياده وكل شويه النور يقطع. يقول لك طبعا زي ما حضراتكم شفتوا، هو دي دعوه للعمل لينا كلنا، مش شرط مجال معين، لا كل واحد في الشغل بتاعه يقدر يؤدي اللي عليه علشان في الاخر ياخد العائد او النتيجه اللي هو عايزها. في معانا خبر كويس جدا دلوقتي وهو جوجل. كان الفترات اللي فاتت ديت كان في طلبه كتير، او يعني انا هقول لحضراتكم موقف كده سريعا، ان كان في عندنا مثلا في جامعه عين شمس كان في ترجمه نصيه لدكتور مثلا عندنا في الكليه كان اسمه دكتور ربيع فتح الباب والدكتور رمضان بطيخ. فبعض الناس اللي كانت موجودة على الموقع أو على السايت بتاع الجامعة عملت ترانسليشن للترجمة بتاعت الاسم بتاع الدكتور ربيع فتح الباب، فكتبوه ربيع أوبن زادور. دي كانت ترجمة نصية من على موقع جوجل، وكانوا لما جوهم يترجموا برضو ترجمة نصية بتاعت الدكتور رمضان بطيخ، فكان دكتور رمضان ووتر ميلون. طبعا دي كانت الترجمة النصية اللي هو جوجل بيستخدمها. جوجل لما بتيجي انت تقدر تدخل عليه بتيجي تعمل ترانسليشن، فهو بيديك ترجمه نصيه، مش بيديك الترجمه اللي انت عايزها اللي هي بتاعت الجمله. يعني هو بيترجم لك كل كلمه لوحدها منفصل عن الثانيه، ما بيدكش الكلمه او الجمله كامله. الخبر اللي معانا دلوقتي بيقول جوجل تطور تقنيه جديده اكثر دقه للترجمه بين اللغه العربيه والانجليزيه. طورت شركه جوجل لخدمات الترجمه معتمده على تقنيه الترجمه الاليه العصبيه، والتي تعتمد على خدمه ترجمه الجمل والمفردات بين اللغتين العربيه والإنجليزية. تتوفر هذه التقنية الجديدة على معظم المواقع والتطبيقات التي تتيح استخدام أندرويد وآي أو إس، اللي هو أندرويد اللي هو أنظمة التشغيل، ونظام التشغيل بتاع آي أو إس اللي هو بتاع آيفون وشركة أبل، وقريب جدا هيبقى متاح على جوجل كروم.
طبعا ده هيساعد الطلبه اللي هم بيعملوا ابحاث او ترجمه او اللي هم بيستخدموا الترجمه بدل ما ينزلوا مكتبات او ان هم يضربوا مشاوير عشان يترجموا الكلمات او القصص او الابحاث اللي هم بيعملوها. دلوقتي جوجل هتقدر توفر لهم الموضوع ده على نظام تشغيل اندرويد ونظام تشغيل اي او اس. مضادات الاكتئاب قد تعالج البدانه. كان برضو الموضوع الاكتئاب ده ان في ناس كتير جدا لما بيكون عندها اكتئاب فما بتقدرش تطلع همها غير في الاكل، فان هي تكون زعلانه او ان هي متضايقه فبتلاقي نفسها قاعده كده منطويه او واخده جنب لوحدها، فبتلاقي قصه الاكل ده زي الادمان عندهم، كل ما ينطوي او يزهق او يزعل يقوم يدور في الثلاجه، يقوم يدور في المطبخ على اكل وياكل، فالموضوع ده كان بيسبب له سمنه او بدانه. الخبر اللي معانا دلوقتي بيقول مضادات الاكتئاب قد تعالج البدانه. في دراسه هي الاولى من نوعها توصل فريق من العلماء بكليه الطب جامعه لندن الى امكانيه مساعده مضادات الاكتئاب الشائعه للاشخاص الذين يعانون من عادات الاكل القهري على اختيار الطعام الصحي مثل الفاكهه على البسكويت او الشوكولاته الخفيفه. وقد وجد الباحثون انه عند استخدام عقار سيتالوبرام وهو احد مضادات الاكتئاب فان ما يصل الى 60% من خيارات المشتركين او المشاركين كانت صحيحه، في حين ان 45 فقط منهم لجأ الى الخيارات الصحيه ممن تناول عقارا زائفا. يعني العقار ده ساعد نسبه تتراوح الى 60% من المرضى اللي هم كانوا بيعانوا من الاكتئاب اختاروا اختيارات صحيحه، والناس اللي هي كانت بتاخد عقارات زائفه كانت نسبة النجاح أو نسبة الاختيار الصحيحة كانت 45%. دلوقتي برضو معانا بعض النصايح اللي هي تفيدك لو أنت حبيت تغير قصة الاكتئاب، لو أنت بتعاني من الاكتئاب والاكتئاب ده يعني مزمن بالنسبة لك، فأنت بندي لك بعض النصايح اللي هي من خلالها هتقدر تعالج نفسك من الاكتئاب. أول حاجة أن أنت تكون مقتنع أن أنت فعلا عندك اكتئاب، يعني كون انت فعلا مقتنع ان انت في حاله اكتئاب انت بتعاني منها وان انت مريض نفسي بتعاني من الاكتئاب عشان نقدر نعالجك. برضو عشان يقدر يساعدنا في حاجه زي كده المفروض ان احنا بنكلم حد من الدكاتره الاخصائيين النفسيين او الدكاتره النفسيين اللي هم يقدروا يشرحوا لكم ازاي ان انتوا تقدروا تتعالجوا من الاكتئاب. نكمل النصائح بتاعتنا، ان انت بتقول تطلب المساعده المهنيه المتخصصه والفضفضه، ان انت برضو تفضفض لشخص انت بتثق فيه. القيام بأنشطة يومية كانت تبعث لك السعادة فيما قبل، ممارسة الرياضة بانتظام ولو لم تكن من المعتادين عليها. دلوقتي احنا محضرين لحضراتكم مداخلة تليفونية مع الدكتور جمال عبد الحميد، هيقول لنا ازاي لو احنا بنعاني من الاكتئاب ازاي نحن نقدر نتغلب عليه او نحن نتعالج منه. دكتور جمال مساء الخير. مساء النور يا فندم. دكتور جمال، لو في حد من اللي بيشوفونا دلوقتي بيعاني من الاكتئاب او ان هو شخص منطوي عن الاسره او منطوي عن البيت اللي هو فيه او منطوي عن المجتمع اللي هو فيه بيعاني من الاكتئاب، ازاي حضرتك تقدر تساعده او تديله نصايح تخليه يتغلب على الحاله دي؟ اولا برحب بحضرتك وبرحب بالساده المشاهدين. اهلا بيك. اول حاجه لازم نعملها لازم عشان نخرج من حاله الاكتئاب ده، نعرف الاكتئاب الاول. الاكتئاب ده عبارة عن حالة مزاجية بتبقى الإنسان فيها على غير طبيعته، ما بيقدرش يمارس نشاطاته العادية اليومية المعتادة بانتظام وهدوء، بتلاقيه إن هو مشاعر الحزن عنده متغلبة عليه، المشاعر الحزن دي بتأثر على جميع أنشطته المعتادة اليومية، ما يروحش مدرسة، ما يروحش الشغل، ما يروحش الجامعة، حتى تعامله مع الاشخاص اللي هم المحيطين بيه اللي في الاسره نفسها ما بيقدرش يتعامل معاهم بنفس المستوى اللي كان بيتعامل معاهم قبل كده. الاكتئاب ايه نتيجه لظروف؟ اولا الاكتئاب ممكن يكون اكتئاب تفاعلي نتيجه لموقف معين او اكتئاب ذهاني. هنتكلم عن الاكتئاب التفاعلي. الاكتئاب التفاعلي اللي هو نتيجه موقف معين تعرض ليه الشخص، هذا الموقف ان هو فشل مثلا في مشروع معين، فشل في دراسه، في امتحان، في بالنسبه للشغل بتاعه تقديره مش كويس، رأسها زعلانين منه، فدي كلها حاجات بتبقى خارجية وبسيطة بتخليه يكتئب وما يقدرش يمارس حياته الطبيعية. فيكتئب، ده اسمه اكتئاب تفاعلي نتيجة لموقف معين، بيزال هذا الاكتئاب من الإنسان، يعدل من المواقف اللي هو فيه ده، طالب يذاكر كويس، يبدأ يمتحن الامتحان ينجح، حالته تتحسن أكتر. الموظف لو كان عنده مشاكل مع مرؤوسيه
او رؤسائه او الكلام ده كله بيبقى. طب دكتور، دكتور هو يعني دكتور جمال، هو ده بيكون اللي هو موقف يعني لفتره زمنيه معينه، ممكن قد تكون اسبوع، يومين، 10 ايام كده. تمام بالزبط. طب احنا بنتكلم على الكلام اللي هو العام، بيبقى 3 4 5 ايام. تمام، لان لو زاد عن كده بيطول معاه. احنا بنتكلم بقى على الاكتئاب بصفه عامه. الاكتئاب بصفه عامه ان شعور غير غير معتاد للفرد في ممارسته لحياته الطبيعيه، حزن، عدم الاهتمام بنظافته، بمظهره، في تعاملاته، ده الاكتئاب. طب وهو هل الاكتئاب فعلا ممكن يؤدي الانسان ان هو قد ينتحر لا قدر الله؟ طبعا انا كلمتك على الاكتئاب اللي هو التفاعل اللي هو الاعصابي، اما الاكتئاب العاطفي ده ممكن يتحول لبقى ذهاني اذا استمرت فتره الاكتئاب والحزن الشديد لدى الفرد وما بيحاولش يغير من نفسه ومنغير من الظروف اللي حواليه، بيتطور الموضوع يبقى اكتئاب اسمه سيفير ديبريشن، اكتئاب شديد. بيؤدي هذا الاكتئاب يؤثر عنه فيه هلاوس وضلالات، وبيؤدي هذا الاكتئاب لان المريض ينعزل يعني انعزال تام عن المجتمع، ويؤدي الى ان هو ممكن ياخد قرار الانتحار وينتحر فعلا على طول. طب سريعا دكتور جمال بقى، ناخد بايده ازاي؟ يعني احنا ناخد بايده ازاي ونطلعه من الجو ده؟ اللي طبعا اول حاجه الايمان بالله، لازم يكون عنده يقين بربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا هو الشافي والمعافي، فبالتالي ان هو يتقرب من ربنا شويه، وطبعا يمارس حياته الطبيعيه بشكل منتظم في دراسته او في عمله، وبعد كده برضه في بعض الانشطه الرياضيه اللي هي بيمارسها، ولو حتى رياضه المشي على اقل تقدير، او ان هو يخش على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث مع حد ويتكلم مع حد ويخرج يغير جو، يعني يخرج من الحاله دي باي، يعني على سبيل المثال بيحب الكوره ينزل يمارس كوره. طيب وسائل التواصل بقى الاجتماعي بتزيد من الاكتئاب ولا بتقلل منه لو في شخص لا بيعاني؟ في بعض الاحيان اذا خرجت عن النطاق المعتاد اللي احنا يتناسب مع عيوننا ويتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا وديننا، دي حاجات بتفيد. اما اذا كانت خرجت عن هذا النمط وهذا الاطار السوي فطبعا بتؤدي للاكتئاب. دكتور جمال عبد الحميد، احنا بنشكر حضرتك جدا ونتمنى يكون في تواصل معانا في حلقات اخرى باذن الله. صوتك لما وانت بتكون صاحي من النوم، ليه احنا دايما بيكون في صوت، نبره صوت متغيره عن بعد فتره الصحيان؟ يعني دايما في اول نص ساعه واحنا صاحيين بيكون صوتنا او نبره صوتنا مختلفه تماما. دايما تكلم حد في الموبايل او ان انت تكون صاحي الصبح يقول لك ان صوتك ماله، صوتك فيه، تقول له لا معلش انا صاحي من النوم، انا عندي برد. بس غالبا لما بيكون صاحي من النوم نبره صوتك بتكون مختلفه. تعالوا نعرف ايه السبب اللي بيخلي صوتنا غريب واحنا صاحيين من النوم. الخبر اللي معانا بيقول صوتك يكون غريب عند استيقاظك من النوم. اوضح العلماء ان اصواتنا تكون اكثر عمقا في الصباح، وهذا يعني قضاء ليله مريحه ونوم جيد. انما يحدث خلال النوم هو ان الانسجه في حلقنا تجمع السائل، وهو ايضا ما يسبب انتفاخ عيوننا عندما نستيقظ فقط. ونسبه لنقص استخدام الحبل الصوتي خلال الليل يكون ايضا المخاط خلال الساعات التي نقضيها في النوم. والاشخاص الذين يتنفسون من خلال فمهم اثناء النوم تجف حبالهم الصوتيه سريعا، وهذا النقص في تليين الحلق يعوق الحبال الصوتيه من التحرك معا، وبالتالي لا يمكن ان نتحكم في اصدار صوت طبيعي. ويمكن حل هذه المشكله من خلال النوم رافعا راسك مع شرب بعض المشروبات الدافئه. طبعا احنا عارفين ان في فتره النوم الاشخاص اللي هي بتتنفس من فمها دي بيكون حبالها الصوتيه بتجف، فبالتالي ان صوتها بيكون اكثر عرضه ان هو يبقى ما تيجي تتكلم الحروف عندك مش ظاهره، او ان صوتك فيه المبحوح او فيه البحه اللي احنا بنقول عليها دي. لكن لو انت بتتنفس بانتظام من عن طريق الانف فحبالك الصوتيه بتكون لينه ومستريحه، بتقدر تتكلم بشكل اكثر مرونه. يجب عليك تغيير فرشة الأسنان بانتظام. فرشة السنان دي برضو من ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنقعد نتكلم عليها هنا في الصحة اونلاين، وان احنا يا جماعة نغير فرشة السنان. يا جماعة فرشة السنان مش لازم تعدي مدة الخمس او الست شهور. فرشة السنان احنا ممكن نغفل عنها، ممكن تعدي السنة وفي ناس ما تغيرهاش. فرشة السنان ديت ممكن تكون سبب كبير جدا في نقل الأمراض المعدية والفيروسات. الخبر دلوقتي اللي معانا بيقول قد ينسى بعض الأشخاص تغيير فرشة الأسنان وينساها لأشهر في وينساها لأشهر في الكثير من الأحيان، وهو غير منتبه لخطورة ما يفعل. ففرشات الأسنان حقل خصب للبكتيريا والفيروسات والفطريات التي تؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض بحسب ما يؤكد الأطباء. وحول مخاطر عدم تغيير فرشات الأسنان باستمرار
تؤدي إلى تجمع البكتيريا عليها، مما يؤدي إلى مخاطر صحية عديدة، كما أن استخدام الفرشاة فرشاة الآخرين أو ملامسة فرشاة أخرى من الأمور الخطيرة التي تهدد الصحة. موضوع فرشاة السنان حاجة بسيطة جدا، يعني احنا دلوقتي تقريبا فرشاة السنان بتتراوح أسعارها من 3 جنيه وفيما فوق، حاجة بسيطة جدا أنت ممكن تغيرها وتتجنب العديد من الأمراض المعدية. معانا دلوقتي خبر تاني بيقول إن 50% من الأشخاص اللي هم فوق 50 سنة بيعانوا من الروماتيزم. 50-50 زي ما بيقول، الأشخاص اللي هم بيعدوا 50 سنة دولت في نسبة 50% منهم بيعانوا من الروماتيزم. الخبر الأكثر تفصيلا معانا بيقول دراسة توضح أن 50% من الأشخاص فوق 50 عام يعانون من التهاب المفصلي الروماتيزم، بينما تصل النسبة إلى 80% في الأشخاص الأكبر من 70 عام، وهو ما يؤثر على مفاصل كثيرة باليد والرسغ. والالتهاب المفصلي أو ما يسمى بالروماتيزم له أسباب متعددة، ومن الأهمية تحديد نوع الالتهاب، حيث قد يكون بسبب الروماتيد أو الذئبة الحمراء أو النقرس، فمن المهم التشخيص الدقيق للسبب الفعلي للالتهاب المفصلي. أما علاج الالتهاب المفصلي فهو يشمل عدة خطوات، أهمها الأدوية المضادة للالتهابات مثل مجموعة الإيبروفين، وأحيانا يتطلب حقن المفصل بالكروتيزين، وإذا كان الالتهاب شديدا فأحيانا يدعو الموقف إلى إجراء عملية جراحية لعلاج الالتهاب، وأحيانا يستدعي الموقف تغيير المفصل تماما لا قدر الله. خبر تاني معانا مزعج جدا. السمنة، وهي كانت لسه دلوقتي قبل في البرنامج اللي قبل الصحة أونلاين على طول، كان اللي هو سوق الجمال، كنا بنتكلم فيه برضه عن السمنة. السمنة دلوقتي بيعاني منها نسبة كبيرة جدا من الوطن العربي عامة والمصريين بصفة خاصة. الأمهات اللي هم مصابين بالسمنة أو اللي هم كتلة جسمهم بتزيد عن 40 وحدة بينجبوا للأسف أطفال قد تصاب بالصرع، وده بسبب إن السمنة بتاعتهم بتؤثر على الأطفال أو الجنين أو الأجنة الموجودة في بطنهم. الخبر اللي معانا دلوقتي بيقول الأمهات التي يعانين السمنة أكثر عرضة لولادة أطفال مصابين بالصرع. حذر فريق العلماء الأمهات التي يعانين من زيادة الوزن، حيث أكدوا أن السمنة ترفع من خطر ولادة أطفال يعانون من الصرع، وكلما زاد الوزن كلما ارتفع الخطر. وأوضح العلماء أن الأمهات التي تعانين من السمنة المفرطة، أي أن مؤشر كتلة الجسم يزيد عن 40 وحدة، احتمال إنجابهن لأطفال يعانون من الصرع يرتفع ل 82%. وأشار العلماء من معهد كارولينسكا السويدي إلى أن زيادة وزن الأم يزيد من خطر إصابة دماغ الطفل، في حين أن سمنة الأم قد تؤثر أيضا على النمو العصبي، كما أن الوزن الزائد خلال الحمل يعزز الالتهاب. معانا دلوقتي بقى فيديو طريف، نطلع بسرعة كده من الأخبار الصحية اللي احنا قلناها، وهو بعض الحيوانات اللي هي انقرضت من على وجه الأرض بسبب أفعال الإنسان وبسبب اصطياد الإنسان ليها. دايما بنقعد نقول يا جماعة ان في حاجات لما احنا نحس ان هي هتختفي من على الكوكب، ان احنا نحد من افعالنا السيئه او افعالنا السلبيه اللي بتهدد بعض الحيوانات من الانقراض. الفيديو ده طريف جدا، هنشوفه مع حضراتكم وهنرجع مره تانية. من قديم الازل والبشر بيصطادوا الحيوانات من اجل البقاء، الا ان في القرون الاخيره تطور اليات البشر ادى لعمليات صيد على نطاقات شاسعه، وصياد واحد النهاردة ببندقية يقدر يصطاد أكتر من اللي كانت قبيلة بحالها بتصطاده زمان. والحلقة دي هنتكلم عن 10 حيوانات اصطادها البشر حتى الانقراض. حرم الأطلس هو حيوان فقاري بينتمي لفصيلة الظباء، وكان بيعيش في المناطق الشبه صحراوية في شمال أفريقيا، وهو حيوان ضخم عنده قرنين منحرفين للأمام، وكان بيتراوح وزن الواحد منهم من 70 ل 80 كيلو جرام، وبيتراوح طوله من 120 سنتي ل 140 سنتي. الثايلسين والمعروف برضه باسم النمر التزماني هو حيوان لحم منقرض كان بيعيش على قارة أستراليا والجزيرتين القريبين منها تزمانيا وغينيا الجديدة، ويعتبر واحد من أكبر الشأبانيات اللحمة في العصور الحديثة. والشأبانيات دي هي الحيوانات اللي الإناث بتاعتها بيكون لها أكياس في بطونها زي الكنغر والكوالا. الحمام المهاجر أو الحمام المسافر هو طائر كان موجود في أمريكا الشمالية لحد أوائل القرن العشرين، والنوع ده كان بيعيش في أسراب ضخمة جدا لدرجة أنه سنة 1866 ميلادي في جنوب أونتاريو واحد وصف سرب من أسراب الحمام المهاجر أن عرضه كان 1.5 كيلومتر وطوله 500 كيلومتر. طائر الدودو هو طائر عاجز عن الطيران، وكان بيستوطن جزيرة موريشيوس شرق مدغشقر،
وبقايا الطائر بتبين ان طوله كان بيوصل للمتر الواحد ووزنه كان بيتراوح من 10 ل 21 كيلو جرام. المو العملاق هو واحد من جنس النعاميات وكان بيتواجد في نيوزيلندا، ويعتبر المو العملاق هو واحد من اطول الطيور اللي عاشت على الارض، وطول الانثى كان بيوصل ل 3 متر تقريبا، وكان ممكن كمان يزيد عن كده، ووزن الطائر الواحد كان بيتراوح من 230 ل 240 كيلو جرام. سنة 1741 ميلادي جيورج ستيلر خرج مع المستكشف فيتوس بيرينج في رحلته لاستكشاف شمال المحيط الهادي، ولما السفينة بتاعتهم اتحطمت لمدة 9 شهور على جزيرة بيرينج، لاحظ ستيلر ان في فصيلة من الثدييات البحرية عمره ما شافها قبل كده، ولاحظ كمان ان الثدي ده كان هادي جدا وبيرعى على اعشاب البحر زي الابقار، ووصف ساعتها جلد الثدي ده ان لونه بني غامق وجلده خشن يشبه لحاء الشجر، بالإضافة كمان لدرعين صغيرين بيستعملهم في الزحف في المياه الضحلة، وكان بيتراوح طول الواحدة منهم من 9 ل 10 أمتار، ووزن الواحدة منهم كان بيقدر ب10 طن، والفصيلة دي تقرب دلوقتي لخروف البحر اللي احنا عارفينه. الأوك العظيم هو طائر عاجز عن الطيران ويشبه كتير في شكله للبطريق اللي احنا عارفينه، وكان بيتواجد بأعداد غفيرة زمان على جزر شرق كندا وجرينلاند وأيسلندا وكام دولة كمان، وآسيا الوسطى كمان. وكان بيعرف كمان باسم الثور البري، والأرخص هو السلف البري للبقر المستأنث واللي بينحدر منه كل الأبقار المستأنسة اللي احنا بنربيها دلوقتي، لكن الجزء الخلفي منه سادة، وتم اصطياد الكواجة علشان اللحم وكمان علشان الجلد بتاعه، لأن السكان الأصليين كانوا بيتاجروا الحاجات دي مع الأوروبيين، بالإضافة كمان لأن الأوروبيين لما جابوا معاهم حيوانات مستأنسة بدأ السكان الأصليين في عملية إخلاء للمنطقة علشان يفتحوا المجال للحيوانات دي، وبدأوا ساعتها إنهم يشوفوا النوع البري ده على إنه آفة. وآخر كواجة مات في البرية كان سنة 1878 ميلادي، وآخر واحد مات في الأسر سنة 1883. طبعا بالفيديو ده نكون وصلنا لآخر فقرة في حلقتنا النهارده من صحه اونلاين. يعني احنا بنعتذر ان الحلقه خلصت بسرعه وان احنا بدانا متاخر 7 دقائق. ان شاء الله انتظرونا يوم الاثنين القادم في حلقه جديده من صحه اونلاين مع زميلي محمود مسعد، ونتمنى ان حلقه النهارده تكون نالت اعجاب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.